نادي الاهلي بيفقد النقطه السادسه له في الدوري السنه دي بعد ما تعادل مع بيراميدز، تعادل بيضاف الى تعادلين سابقين قدام وادي دجله والبنك الاهلي. طبعا عارف ان مباراه نادي بيراميدز والاهلي النهارده كان فيها حالات تحكيميه مثيره للجدل، بس احنا هنا في ترند الكوره ما بنتكلمش على الحالات التحكيميه قوي، بنتكلم على الفنيات فقط. لو حابين تلاقوني على الحالات التحكيميه ممكن تبقوا معايا على الاكونت على الفيسبوك كريم سعيد، او على تويتر برضو كريم سعيد، سهل جدا انك تلاقوني على المنصتين. النهارده امور فنيه كتيره، مباراه ما كانتش عاليه، مباراه ما كانتش مثيره في الامور الفنيه بسبب خوف شديد من الفرقتين وخصوصا المديرين الفنيين. بيتسو موسيماني ربما يكون حل واحده من المعضلات اللي كنا حاطينه فيها خلال الفتره الماضيه، وهي محمد شريف ولا ووتر بوليا. النهارده بدا رجع محمد شريف كراس حربه صريح بعد بقى فتره من الشك عند ووتر بوليا، وطبعا استمرت في النص ساعه الاخيره اللي نزلها النهارده في المباراه، لكن هنتكلم طبعا عليها. لكن موسيماني بدا بمحمد شريف وهو الاختيار، لكن موسيماني حل معضله راس الحربه. دخلنا في معضله جديده خاصه بنص الملعب بعد ما استبعد الي ديانج من نص الملعب ولعب بثنائيه حمدي فتحي وعمرو السوليه اللي راجع لحد ما من فتره غياب طويله بسبب فيروس كورونا. موسيماني كمل بال 4 2 3 1 وبرده اجرى تغيير، سحب كهربا خلى كهربا على الدكه وبدا بيطاهر محمد طاهر ك وينج شمال. على الناحيه الثانيه ارو بارينا المدير الفني الارجنتيني لنادي بيراميدز لعب بالطريقه المعتاده لنادي بيراميدز ودايما قدام الاهلي، وهي 4 3 2 1 بيستغنى عن البلاي ميكر وبيزود لاعب في خط الوسط وبيخلي عبد الله السعيد ورمضان صبحي اثنين جناحات بس داخلين لجوه نارو ورا المهاجم الصريح الاوحد جون انتو. ايه الجديد بقى اللي عامله ارو بارينا عشان يخنق النادي الاهلي الشوط الاول؟ الضغط بطول الملعب ومنع عمليه بناء اللعب. لعيبه النادي الاهلي اتطردت تماما من نص ملعب نادي بيراميدز خلال الشوط الاول، وبدا نادي بيراميدز من الدقيقه الاولى بيعمل ضغط بطول الملعب هاي بريشر فظيع قوي جدا وبيمنع بناء اللعب وكمان وصول الكره لمجدي قفشه اللي كان عنده رقابه لصيقه ومان تو مان. مجدي قفشه كان معزول تماما عن مساله صناعه اللعب في نص الملعب بشكل يشبه اللي احنا شفناه في نهائي دوري ابطال افريقيا في الشوط الاول بعد هدف عمرو السوليه، وبالتالي اتمنع تماما النادي الاهلي من لعب الكره على الارض محمد شريف وبدا يتجه الى الكرات الطوليه. وطبعا ده اول ما تلعب الكره الطوليه انت بتسهل الماموريه لاثنين مساكين احمد سامي وعلي جبر اللي كانش عندهم اي مشكله في رقابه محمد شريف ومنع وصول الكره له. عشان كده الشوط الاول في اول 45 دقيقه لو انا سالت اي حد من حضراتكم يكتب لي في كومنت كده ايه اخطر فرصه للنادي الاهلي، هتلعب كتير عشان تجاوب على سؤالي. النادي الاهلي برضه حاول عن طريق جبهه اليسرى، ونقطه مهمه جدا عايز اتكلم فيها. طاهر محمد طاهر، انا قلت لكم كتير طاهر محمد طاهر في وجهه نظري الشخصيه كويس ان هو يلعب داخل الملعب، يعني جوه قلب الملعب، لانه ما يقدرش يعمل الدورين الهجومي والدفاعي مع بعض، عنده مشكله في الارتداد، لو ركز في واحده يتعب في الثانيه. النهارده طاهر محمد طاهر كان كل تركيزه انه يساعد علي معلول في الرقابه الدفاعيه، وكان بيرجع كتير وفعلا عملها بشكل مميز جدا 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 ويساعد علي معلول بشكل كبير. ولكن طاهر محمد طاهر عشان يقدم لك الشكل ده دفاعيا اختفى تماما على الناحيه الهجوميه، ما كانش قادر ان هو يقدم الدورين. الحاجه الوحيده كان طاهر محمد طاهر بيعملها ان هو لما كان النادي الاهلي يهاجم ناحيه الشمال يخش جوه عشان يسيب مساحه لعلي معلول انه يلعب الكرات العرضيه، واللي ما مثلتش اي مشكله بالنسبه لدفاع نادي بيراميدز او شريف اكرامي في اول 45 دقيقه، وكانت معظم الكرات كرات بالونيه كانت سهل جدا على الدفاع او على شريف اكرامي انه يطلع يمسكها. عشان كده اول 45 دقيقه كانت سيئه جدا من النادي الاهلي، مفيش فرص خطيره، مجدي قفشه غايب تماما، عمرو السوليه برده واضح جدا ضعف الاداء البدني عنده بسبب الغياب الكتير في الفتره الماضيه، وطبعا لسه راجع من موضوع كورونا وضعه خد من جهده. عشان كده حمدي فتحي هو اللي شال مسؤوليه الجهد البدني والجري في اغلب مناطق نص الملعب في المباراه. حمدي فتحي النهارده في وجهه نظري كان من افضل لاعبي النادي الاهلي.
الاهلي وربما هو الافضل بسبب المجهود اللي قدمه هو ايمن عاشور. قدم مجهود كبير جدا 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 لوحده وشال حاجات كتيره كان عمرو السوليه بيسيبه فيها ومعريه لوحده في نص الملعب. حمدي فتحي النهارده قدم مجهود اكتر من رائع في ظل غياب طبعا الدبابه اليو ديانج اللي كان قاعد على الدكه وما نزلش غير في الدقيقه 86. الشوط الثاني ربما نادي بيراميدز بدا يشوف ان الاهلي برده يعني عامل له حساب زياده عن اللزوم وقلقان منه، وبدا نادي بيراميدز يحاول في بدايه الشوط الثاني يخطف حاجه او يعمل هجمه مرتده عن الاهلي، لان واضح جدا ان الاداء البدني والجهد البدني عن نادي بيراميدز بدا يقع بعد مرور ساعه كامله، وعشان كده الفريق بدا يرتد للخلف وبدا يسيب بس قدام رمضان صبحي وجون انتوي. طبعا عبد الله السعيد كان خلاص ما قدرش جهده، يعني الجهد البدني بتاعه بقى صعب جدا جدا مش قادر يكمل، ويعني اداؤه بدا فيه انخفاض بمرور الوقت، عشان كده لجأوا برضه للكرات العرضيه. النادي الاهلي بعد نزول وولتر بواليا وكهربا بدا الشكل الهجومي عنده ياخد شكل مختلف، خصوصا ان محمد شريف زي ما قلت في الشوط الاول كان معزول تماما، الاصابه اللي تعرض لها بعد التدخل بتاع دونجا فرق معاه كتير جدا وخلاه خلاص اوت اوف فورم وبره الماتش تماما وما قدرش ان هو يكمل، وكان فعلا لزاما على موسيماني انه يطلعه وينزل وولتر بواليا. وولتر بواليا لما نزل ما زال هو في مرحله شك. ليه؟ ايه اللي ياكد الجمله اللي انا بقولها مرحله الشك دي؟ الانفراد اللي جاله من الناحيه اليمين لما قدر يكسر مسار التسلل. انت بتجري في المنطقه دي وقدرت تكسر مسار التسلل من عند منطقه نص الملعب ومعندك مساحه كلها، خلي بالك من الكنف عشان يوصل للمرمى محتاج من ثانيتين لغايه 5 ثواني. الخمس ثواني ده زمن كبير جدا جدا ان يخليك تفكيريا تاخد قرار انا عايز اشوط وعايز امرمى. وولتر بولي بقى له فتره طبعا من ساعه ما بدا موسيماني يعني دبسه في موضوع المهاجم الاساسي بدا يضيع، بقى عنده مشكله ان هو عايز يثبت للجمهور انا مش نسخه ثانيه من ازارو، فانا عايز اجيب لكم جوان عشان تقول انا مهاجم كويس نفس المهاجم اللي انتوا كنتوا بتشيدوا بيه ايام ما كنت في الجونه. فهو رايح لمرمى شريف اكرامي، انا متخيل ان هو عمال يفكر اشوط ولا باصي، اشوط ولا باصي، اشيل المسؤوليه ولا اسيبها لزميلي. ففي الاخر يعني تفتق ذهنه ليه؟ ان انا امرر الكوره لكهربا ظنا ان هو منه ان كهربا هيلحقها، لكن طبعا كهربا كان معاه عمر جابر قافل عليه مساحه استلام الكوره، وبالفعل قدر يشط الكوره وضاعت الفرصه وبدا كهربا وولتر بواليا يكلموا بعض. هنا انا بشوف ده عدم ثقه من وولتر بواليا، كان سهل جدا جدا من الزاويه بتاعته انه يقدر يسجل هدف وكان يقدر يخادع شريف اكرامي بكذا اوبشن، ممكن يشوط كرة على الارض في الزاويه الضيقه، ممكن بوش رجله لو لعيب كبير يعني في البعيده، كان عنده كذا حل المفروض ان هو يطلع من مهاجم صريح. بعد الكره دي وولتر بولي بدا يعمل الشغل بتاعه اللي هو ايه؟ راس الحربه اللي جوه منطقه الجزاء، وشفنا طبعا الكره الجداريه اللي حصلت مع شريف اكرامي اللي هي في وجهه نظري هدف صحيح 100%، لان مفيش حاجه في الكوره اسمها قانون خاص او قانون حمايه لحارس المرمى، التدخل الهوائي كان عادي جدا، وولتر بولي كمل الكوره انها وقعت من ايد شريف اكرامي بمسؤوليته بنفسه، كان التدخل مش هو اللي خلاه يوقع. وبالتالي بعيد عن الحاله التحكيميه ده كان شكل النادي الاهلي الهجومي، في بعض النشاط لكن كمجمل انت مش شايف الشكل اللي انت كنت منتظره من فرقه كبيره زي النادي الاهلي فيها قايمه كبيره جدا من اللاعبين. بعض الاراء بتقول بيتس موسيماني بيلعب الشوط الاول عشان يستنزف جهد المنافس وينزل الشوط الثاني يخلص. هي وجهه نظر احترمها طبعا، ولكن اختلف معاها في حته ان انت مش جايب هذا الكم من اللاعبين النجوم عشان تضيع من وقت 45 دقيقه. اليو ديانج اللي نزل في الدقيقه 86 انا ده امر ما فهمتوش، امر طبعا يرجع للمدير الفني هو حر في اختياراته، ولكن احنا بنحاسبه على النتيجه في الاخر. حته انك تقعد 45 دقيقه بتلعب بهذا الشكل بعد كده تنزل الشوط الثاني تحاول تستغل هما تعبوا، مش شرط ان كل يعني ممكن الامر ده ينفع في المباراه ممكن ما ينفعش في الثانيه، اسلوب ما يضمنلكش انك تبقى واثق انك هتاخد 3 نقاط، هيوقعك في مطبات كتيره، وده اللي شفناه ضياع 6 نقاط من الاهلي لغايه دلوقتي. طبعا بعيدا عن الاخطاء التحكيميه اللي اكيد ربما البعض ممكن يقول زي كريم هو الاهلي في وادي دجله كان له بنالتي، الاهلي في بنك الاهلي له هدف صحيح، الاهلي قدام بيراميدز له ركله جزاء له هدف صحيح، كل الامور دي تحكيميه احنا مالناش دعوه بيها، احنا بنحاسب المدير الفني على الاداء اللي شفناه في الملعب. في كل الاحوال الاهلي خد نقطه،
نادي بيراميدز خد نقطه، نادي الزمالك كان بيتفرج على المباراه النهارده طبعا اكيد اكبر المستفيدين، الاهلي تاخر بنقطتين ويقدر هو النهارده يستعيد صداره الدوري منفردا لو حقق الفوز على مصر المقصه يوم الخميس ان شاء الله. ده كان تحليل سريع لمباراه بيراميدز والنادي الاهلي، بشكركم شكرا جزيلا وان شاء الله اشوفكم في تحليل مباراه الزمالك المقصه. شكرا جزيلا، كنت معاكم من كلمه